لو بس تشوف وشه أنا وعم بحكي كان رح يبكي على شوي. ما بصدق حالي. اي خلاص احسبي حالك عم تمثلي بواحد من الأفلام اللي بتحبيهم. شبي اشتقت ناكل أنا وأنت وسلمى. الله كريم شدي وتهون. لاش أنا متضايقة من حالي. أنا مو هيك، ما بدي يكون هيك. سايري بس كم يوم إلا ما يغلط ويرضى يخليكي تحكي معها. عم سايرة حتى هديك الواطية بعد كل شي عملته فيني عم كون منيحة معها. إلا ما يغلط، إلا ما يحكي تليفون، نحن مراقبين خطه مستنيين بس يعمل هالتليفون ساعتها حنعرف البنت وين، وشوي شوي رح يضعف أكتر ويخاف أكتر، وقتها رح يغلط. أنا خايفة أنا أغلط وننكشف وتروح البنت من بين إيدينا، ولك أنا استحملت كل هاد بس لحتى ما يصير لها شيء. لا تخافي، شوية وقت، شوية وقت مو طولة. لوين؟ بدي أرجع على المستشفى. ليكي الأيام الجاي الأحسن ما تجي لهون. أي شيء بدك توصلي خبري ماريون وهي بتوصل الرسالة. ماشي. تبي على حالك كتير منيحة. أكيد لا تخاف علي. شو لا خاف علي؟ إذا ما خفت عليك على مين دخان؟ لا تعملي شيء زيادة، بس كوني لطيفة. إذا تغيرتي رح يلقطك. أنتي أكتر وحدة بتعرفي إنه هاد رياض أخو 60 رياض. مو سهل. بعرف. ما بدي أطلع منهم. أصبح خليكي. أنا ما بظن إنه في عنده أعداء. لا، كان إنسان محترم ومخلص رحمة الله عليه. خسرته، والله خسرته.